هذه نقطة مهمة سي أشرف، لأن رئيس تقريبا ما عمري شفتو أنا في تيران ماتش ولا جوج، ماتش ولا جوج اللي شفتوها. أنا عمرني ما شفتو وأكثر من ذلك يعني هو. وعندي أصدقاء اللي كنتصل بهم وكان عندي باش ناخذ المعلومة والفكرة، إذا بك يقول لك للأسف ما تجيش رئيس التقريب. ما كانش شوف شوف عليه أن يشكر الصدف التي جعلت منه رئيسا. ندوزو للحقبة ديالو، ملي دخلتي سي جاجيلي دخلتي هضرتي على انك اعطيتي بعدا واحد المشروع فيه 7 ديال الاوراش كبرى لم تتحقق منها ولا وعد واحد سي عبد الطيب. هضرتي على المئويه ديال النادي الاولمبي كوليبيا والتخليد ديالها وانها خاصها تتم في واحد يعني في واحد الظروف يعني تليق بهذا النادي الفوسفاتي العريق، وهضرتي على حافله يعني بمعايير دوليه ما كايناش، هذه ما جاتش. ثاني حاجه هضرتي على الاحتفال وعنجيبوا ان فريق غنستدعيوا فريق بوكا جينيور من اجل تخليد ديك المئويه، ما جاتش بوكا جينيور سي عبد الطيب، ما كاين حتى حاجه. هضر على التطوير ديال مركز التكوين والكره النسائيه والفوتسال، حتى حاجه ما وقعات من هادشي كامل. هضر على تحقيق المراكز الخمسه، احنا الان ساقطين القسم الوطني الثاني، يعني جميع النقاط اللي تحدث عليهم السي عبد الطيف في البرنامج الانتخابي ديالو ولا نقطه موفاش بالوعود. اكثر من ذلك كيف يعقل عرفتي ملي كنهضروا وكنسمعوا ان الشركه كتحدث على يعني على فواتير ضخمه، ملي كتحدوا لك الناس ان فريق اولمبي كوليبيا بحكم الميزانيه المحدوده اللي عنده يعني كان كيدير واحد لا جيستيون لا بون جيستيون لهذه الموارد الماليه، ملي كتسمع ان فريق اولمبي كوليبيا كيسعى انه يمشي يدير اقامه في فنادق اللي كتطلب منك 2800 درهم الله نويتك 2800 درهم الليله الواحده، هذا ماشي تبذير، هذا ماشي عبث بالمال العام، هذا ما كيطلبش انه يدير المحاسبه. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.